بعد إعلانها عن عائلة شاومي 12 في النصف الأول من السنة، تعود شركة شاومي مجددا وتكشف عن ثلاثي الرعب الجديد للنصف الثاني من السنة المتمثل في 12S و12S Pro و12S Ultra. الأخير قدمناه في تقرير منفصل يمكنك مشاهدته لاحقا، وفي هذا التقرير سنتعرف معا على 12S العادي ونسخة البرو، فهيا بنا. مراجعة سريعة. حافظت الشركة على نفس تصميم عائلة شاومي 12 في الهاتفين الجديدين. كل من 12S العادي والبرو يقدمان ظهرا زجاجيا بألوان مطفية وغير عاكسة للضوء. نافذة الكاميرات بارزة بعض الشيء عن الظهر بحواف دائرية تضم داخلها ثلاث عدسات، واحدة منها بقطر كبير يحتل نصف المساحة، تماما كما هو الحال في هواتف شاومي 12 السابقة. في الأمام شاشة كاملة، وكما هو متوقع من هاتف الرائد اختارت شاومي اعتماد الكاميرا الأمامية على شكل ثقب في المنتصف، وفي الأسفل مستشعر بصمة بصري مدمج في الشاشة. بعبارة أخرى ستكون الاستجابة أبطأ من الهواتف الرائدة التي تعتمد مستشعر بصمة ألتراسونيك كأس 22 ألترا. يحيط بالجهازين إطار من الألومنيوم، على اليمين يضم زر الطاقة مع أزرار خفض ورفع الصوت، وفي الأسفل مدخل الشحن من نوع سي وسبيكر ومدخل شريحتي الاتصال وميكروفون، وفي الأعلى يوجد ميكروفون ثاني لعزل الضوضاء ومستشعر IR وسماعة ثانية لتوفير صوت السيريو في كلا الجهازين. أبعاد الهاتفين كالتالي: الاختلاف الأول والأبرز الملاحظ بين الهاتفين قبل التجربة هو حجم الشاشة. نبدأ بالنسخة الأقوى، شاشة البرو بمقاس 6.73 إنش بدقة كواد HD بلس بكثافة 521 بكسل في كل إنش. الشاشة من نوع LTPO AMOLED أي ستكون قادرة على خفض ورفع معدل التحديث من 1 إلى 120 هرتز بشكل ديناميكي وتلقائي حسب الاستخدام والضرورة للحفاظ على بطارية الجهاز، بالموازاة طبعا إلى الجودة العالية التي ستحصل عليها من شاشة أموليد والألوان المشبعة الصادرة مع تقنيات تعزز التجربة كدولبي فيجن و HDR10 Plus مع سطوع عال يبلغ 1500 شمعة كحد أقصى. شاومي 12S بالمقابل اكتفى بشاشة صغيرة مقاس 6.28 إنش بدقة Full HD Plus بكثافة 419 بكسل في كل إنش ومعدل تحديث 120 هرتز على خلاف البرو وهو غير ديناميكي مع سطوع 1100 شمعة. كلا الشاشتين محميتان بطبقة غوريلا جلاس فيكتوس. أداء الهاتفين في تصفح التطبيقات وتشغيل الألعاب وتجربة الاستخدام بشكل عام ستكون متطابقة. كلاهما يعملان بنظام أندرويد 12 وواجهة MIUI 13 الصادرة حديثا. اعتمدت شاومي الجيل الأول من معالجات سناب دراجون 8 بلس من كوالكوم شريحة 8 نواة بتردد أقصاه 3.19 جيجا هيرتز مع معيار تصنيع 4 نانومتر. المعالج يقدم أداء 10% أسرع من سناب دراجون 8 العادي مع الحفاظ على الطاقة أكثر 30%. من جهة أخرى الجهازان مرفقان بمعالج رسوميات أدرينو 730 مناسب للألعاب ذات الاستهلاك المكثف لموارد الجهاز مع خيارين من الرام، خيار 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، وخيار 12 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت دون إمكانية إضافة كارت ميموري خارجي. في 12S Pro أتاحت شاومي ثلاث عدسات قوية بدقة 50 ميجا بكسل. مهما كان نوع العدسة المستعملة ستحصل على صور بدقة عالية وألوان حقيقية بالتعاون مع شركة لايكا المختصة في العدسات، إضافة إلى تعاون بين شركة شاومي وأدوبي يجعل الأخيرة تعمل على تصحيح الألوان تلقائيا للحصول على أفضل جودة ممكنة. العدسة الرئيسية جاءت بفتحة 1.9 مع دعم للتثبيت البصري OIS ومع حساس IMX707، كان سيكون هو الأضخم لولا الموجود في 12S Ultra. العدسة الثانية تليفوتو بنفس فتحة العدسة وقادرة على التقريب مرتين دون المساس بالجودة. العدسة الأخيرة Ultra Wide بفتحة 2.2. من جهة أخرى 12S العادي يشترك بنفس الكاميرا الرئيسية مع عدسات مساعدة مختلفة. عدسة الألترا وايد تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة 2.4، وعدسة ثانية ماكرو وتليفوتو بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة 2.4. يمكن للهاتفين تصوير فيديو بجودة عالية تبلغ 8K كحد أقصى بتردد 24 إطارا في الثانية مع إمكانية تصوير مقطع بالعرض البطيء بتردد أقصى 1920 إطار في الثانية بجودة HD. في الأمام يشترك الهاتفين في عدسة أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة 2.5. 12S Pro يأتي ببطارية ساعتها 4600 ملي أمبير.
بقدرة شحن صاروخية تبلغ 120 واط، قادر على شحن الهاتف من 0 إلى 100% في غضون 19 دقيقة فقط، مع دعم كذلك للشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، إضافة للشحن العكسي بقدرة 10 واط. بينما 12S العادي يقدم بطارية أصغر قليلا بسعة 4500 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة أقصاها 67 واط، وشحن لاسلكي وعكسي بنفس قدرة نسخة البرو. كل من 12S و12S برو سيتوفران في الأسواق باللون الأسود، الأبيض، البنفسجي والأخضر. 12S برو سيبدأ بسعر $700 لخيار رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. نفس الخيار سيكون بسعر $600 لشاومي 12S. ما رأيك في جنود شاومي الجدد لحرب الهواتف الرائدة للنصف الثاني من سنة 2022؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات. نترككم الآن مع سعر الهاتفين لخيار رام 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت.